المحكمة الدستورية منذ تنصيبها يعني مباشرة يعني فصلت في قضية أثارت جدل كبير ونقاش على مستوى الساحة القانونية، هي متعلقة بالدفع بعدم دستورية المادة 24 من قانون المحاماة، والمحكمة الدستورية طبعا فصلت بدستورية هذه المادة، ثم عرضت عليها كذلك مادة أخرى دفع بعدم دستوريتها وهي المادة 73 فقرة 4 من قانون علاقة العمل التي لا تمنح التقاضي على درجتين في هذه المنازعات. المحكمة الدستورية كذلك فصلت بدستورية هذه المادة، وكذلك هناك مواد أخرى طبعا متعلقة بالإجراءات المدنية. فيما يخص الرقابة على دستورية القوانين، هناك مؤخرا عرضت قوانين هامة على المحكمة الدستورية تدخل في إطار يعني تنزيل أحكام دستور 2020، تتعلق بالقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتنظيمه وعمله، وكذلك القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للدولة، وحاليا كذلك معروض أمام المحكمة الدستورية القانون العضوي المتعلق بإجراءات الإخطار والدفع أمام المحكمة الدستورية.